مباشرة للاندماج والانخراط في سوق العمل. تنضم إيانا حاليا عبر خط الهاتف الأستاذة سناء فريج، مدربة دولية في مجال تطوير وريادة الأعمال. صباح الخير بالصوت والصورة طبعا تنضم إيانا. صباح الخير ريهام، صباح الخير تلفزيون الفجر، يسعدني صباحكم. يصبحك بكل الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذة سناء، منورة دائما، وأكيد يعطيك العافية بكل الورشات والدورات اللي بتقوم بإعطائها لكل الطلبة الخريجين. دورة جديدة، ورشة جديدة، أنت بصدد إعدادها وإنجازها مع مجموعة من الطلبة الخريجين لحتى تجهزيهم لسوق العمل. بدنا نبدأ بالبداية نتحدث عن هذه الدورة وأهميتها، وكيف ممكن فعليا تقومي بتجهيز طالب ما عنده كثير من الخبرات، شخصيته بعدها مش مسؤولة 100% لحتى يكون مستعد ومواجه لسوق العمل، وخاصة في ظل هالظروف اللي بنعيشها. أكيد تمام. هلأ طلب الخريجين أكتر إشي بحاجة يسمعوه لشخص عاش بسوق العمل وشاف شو هو سوق العمل، إنه إيش اللي بستناه، وأكتر سؤال بسأله بحاله إنه إيش أنا بستناني بعد التخرج، إيش لازم أعمل بعد التخرج، وكيف أتحضر لإني أقدم لوظيفة ولا أروح أدور على شغل في مؤسسة خاصة أو بشركة، أو أروح لاتجاه إني أعمل مشروع خاص لإلي. هذا السؤال بدور بذهن كل طالب خريج، والمفروض إنه يبلشوا هلأ فعليا يشتغلوا على حالهم لحتى يكونوا جاهزين لبعد التخرج إيش أول خطوة لازم يعملوها. فالفكرة من الورشة إنه في رؤية حقيقية للسوق الفلسطيني لازم يكون الطالب الخريج مطلع عليها. أوكي، يعني السوق الفلسطيني ما عنده قدرة لاستيعاب كوظائف حكومية أو وظائف بشركات خاصة إنه يستوعب الكم الهائل من الخريجين والخريجات، وخصوصا إنه الأعداد عندنا كل سنة عن سنة بتزيد أكثر للخريجين والخريجات. ففكرة أنه أنا أبحث عن وظيفة حكومية أو أبحث عن وظيفة في شركة خاصة تقريبا، وبظل الظروف اللي إحنا عمالنا بنعيشها وبظل الحرب اللي عمالها بتصعب علينا أنه نوجد وظيفة، صار الموضوع بشكل خوف وهاجز عند الطلاب الخريجين. ولكن هل إحنا بنقدر نعتبر أنه هاي نهاية الطريق أو نهاية الدنيا؟ طبعا لا، لأنه إحنا عمالنا العالم كله بتجه لفكرة ريادة الأعمال وإنشاء مشاريع خاصة حتى لو كانت صغيرة، وهي المشاريع ممكن إنها لقدام تتحول لفرص عمل حقيقية وتعتبر إنه مصدر لإنه نجيب دخل كويس لأصحاب المشاريع هاي. ومش بالضرورة كمان إنه نبلشها بفكرة كتير كبيرة أو برأس مال ضخم. وريهام أكيد أنت مطلع على السوق الفلسطيني كم إنه حاليا كمية المشاريع الريادية اللي عمالها بتطلع وبنجزوها، وكمية النجاح اللي عمالهم بحققوه، وخصوصا بعد فكرة الدعم المشاريع الفلسطينية ودعم المنتج المحلي اللي عم نواكبها حاليا، وخصوصا بعد الحرب اللي بلشت. أستاذي سناء اسمحي لي، يعني أكيد أنت ذكرتي نقطة مهمة، هو أنه إحنا في كتير عندنا من المشاريع الريادية سواء للشباب أو للصبايا، المشاريع الخاصة فيهم بعد إنهاء مسيرتهم الجامعية، وممكن أحيانا تكون هذه المشاريع ضمن أو يعني لا تمت بتخصصهم بأي صلة، ولكن هي من شغف لحبهم لشيء معين أو مهنة معينة بيبدعوا في هذا المجال، بيخدوا سنوات طويلة في الجامعة، بيدرسوا، بيدفعوا أقساط وبيدفعوا مصاري، سنوات مهمة، الشهادة مهمة أكيد في حياة أي شخص أو أي طالب، الشهادة هي شيء أساسي لا يجب أن نتخلى عنه. ولكن هل ممكن خلال الورشة هذه أنه يتم تطرق الحديث لموضوع أنه مهم اختيار التخصص قبل الدخول للجامعة لحتى يكون مناسب مع الميول الشخصية لأي طالب لحتى تخدمه في المشاريع الريادية مستقبلا؟ هلا هذا الموضوع يعني بيحتمل أكثر من جانب، بس فكرة إنه أنا أبحث فعليا بالتخصص المطلوب حاليا بالسوق هاد إشي كتير مهم. كمان بدي تخصص يكون بناسب أنا شو بحب وشو برغب وشو طموحي للمستقبل. بس كمان الفكرة يعني الشغلة كتير مهمة إنه أنا كمان لازم أعرف شو التخصص اللي أنا بنفع أشتغل فيه بالسوق الفلسطيني. هاي شغلة لازم تتاخذ بعين الاعتبار، لأنه أنا ما بنفع أدخل في تخصص أوكي أنا بحبه ولكن أنا عارفة إنه مش رح ألاقي له مجال،
أنا واحدة من الناس اللي عاشت هذا الموضوع. أنا كان حلمي وطموحي إني أدرس صحافة، ولكن بفترة ما أنا كنت بالجامعة كان في أمور وقيود كتير على الطرق ومشاكل إني أوصل للجامعة، يعني ما كانش بسهولة إني أعرف أوصل جامعة النجاح كونه هي اللي كان فيها هذا التخصص. فرحت قدمت على تخصص علوم مالية ومصرفية محوسبة. حلو. ولكن هل أنا فقدت حلمي وطموحي في الصحافة؟ أكيد لا. فرحت لجأت لموضوع الدورات، لجأت لموضوع إنه التطوير الذاتي بكيفية الإلقاء، يعني لحتى تحفزي وتنمي الشغف اللي بداخلك أكثر. هاد يعني ما شاء الله، يعني بالصدفة أنت حكيتينا مثال عن نفسك، وخير مثال أكيد إن شاء الله يكون لكل الطلب اللي عملهم بيسمعونا حاليا، إنه حتى لو التخصص اللي أنتوا بدكم إياه ما قدرتوا تدرسوه في الجامعة وتحصلوا عليه بشهادة، أنتوا بعد الجامعة بتقدروا بأبسط الإمكانيات، ومش شرط تدفع فلوس وترجع تدرسوا تخصص جديد أو يكون عبء عليكم وعلى أهاليكم بعزيمتكم بإرادتكم. تقدروا أنه من خلال الدورات البسيطة، حتى الدورات على الإلكترونية والأونلاين بكل المواد الموجودة، نقدر نطور المعلومات. حاليا متوفرة على الإنترنت ببلاش. هلأ إحنا عملنا من واكب نهضة الـ AI، فكل المعلومات اللي متوفرة يعني الإنترنت عماله بيقدم لنا إياها وعليها إكسترا كمان، يعني في معلومات زيادة. بطل الإشي محصور على إنه أنا وين كيف بدي أدرس أو من وين أجيب المعلومة. إنك تطور نفسك وتطور المشروع اللي أنت شغال عليه كريادي أو كقائد أو كشخص عنده فكرة حابب إنه يطورها، صار إشي كتير سهل، أبداً مش صعب ومش مكلف مالياً. طيب بدنا نحكي عن الدورة حاليا، الدورة اللي بتهتم فئة الخريجين لحتى نهيئهم لسوق العمل. هاي الدورة وين حتكون ومين الفئة المستهدفة بشكل أساسي والفئة الثانوية من بعد الخريجين، وبالتنظيم والشراكة مع مين؟ الورشة العمل رح تكون في جامعة فلسطين التقنية بالتعاون مع كلية تنمية وخدمة المجتمع، يرأسها الدكتور عميد رائد القاروط. متشكرين كتير لإله بالتنسيق طبعا معهم وحركة الشبيبة الطلابية ومجلس الطلبة. رح تكون هناك الورشة. الفئة المستهدفة رح تكون للطلاب الخريجين، ولكن أنا كمان طلبت من الطلاب اللي سنة ثالثة عمالهم بتحضروا للتخرج إنهم يكونوا موجودين، لأنه هاي فئة برضو يعني مهم جدا إنه عندهم فرصة يشتغلوا على حالهم من هلأ، يبلشوا يدوروا على إيش المهارات اللي لازم ينموها أو يطوروها. حلو، هاي نقطة مهمة وكمان أكيد بتهم كتير من الطلاب مش بس الخريجين. شو أهم المواضيع اللي رح تحكي فيها اليوم بالورشة للخريجين؟ رح يكون فيها مواضيع مختلفة وبتهم الأسئلة اللي هم سألوني إياها على فورم التسجيل. من ضمنها إنه أنا كيف أكون مستعد لسوق العمل، إذا أنا كنت حابب أروح لفكرة إني أكون ريادي، إيش الخطوات اللي لازم أتبعها لحتى أبدأ بمشروع ريادي صحيح، وفي حال إنه أنا ضليت مصر على إني بدي أقدم على وظيفة حكومية أو خاصة، كيف بدي أجهز سيرة ذاتية تكون تليق بمهاراتي ودراستي الأكاديمية، وكيف بدي أستعد لمقابلة العمل. رح يكون فيها أكثر من عنوان، وكمان رح يكون في مجال كتير كويس لحتى إني أسمع الطلبة ونحاول إنه نجاوب عليهم ونخفف شوي ضغط الأسئلة اللي موجود في أدمغتهم. طيب في كل طالب أكيد في هناك سر معين، هذا السر بيكون مدفون مش مكتشفه هو بشكل ذاتي. كيف ممكن الأستاذة سناء اليوم من خلال هذه الدورة ومن خلال النصائح اللي ممكن تقدمها للطلاب إنها تحاول تدله على الطريق الصحيح لحتى يكتشف هذا السر اللي موجود بداخله ويتوجه لإله ويقوم بإخراجه وتنفيذه على أرض الواقع، سواء بإنجاز مشاريع ريادية خاصة فيه أو إنجاز مبادرات أو من خلال اشتراكه بمؤسسات أو يكون متطوع هون أو هون؟ يعني هاي المواضيع المدفونة عند كل طالب أكيد في كتير من الطلاب ما بيقدروا يحصلوا عليها أو ما بيعرفوا أنه فعليا هم عندهم سر مدفون داخلهم مش قادرين أنهم يكتشفوه. كيف ممكن بالأساليب اللي ممكن تعطيها إياهم يكتشفوها؟ أوكي، هلأ في سؤال انطرح علي بالنموذج أنه أنا كيف بقدر أفيد مجتمعي بالتخصص اللي أنا بدرس فيه. ما رح أحكي هلأ شو التخصص لأنه رح أخليها مفاجأة للطالب اللي سألني هذا السؤال. فأنا جهزت له أفكار بأنه كيف يستفيد من تخصصه
للمجتمع وكيف يحولها لمهنة تعمل له دخل. فبالتالي المفروض هذا المثال لما يطرح أمام مجموعة كبيرة من الطلبة، والحمد لله ما شاء الله تسجيل للورشة كان كتير كبير. كيف شفت إقبال الطلاب لحاجتهم لهيك ورشة؟ يعني صراحة أنا ما كنتش متوقع هذا العدد إني أشوفه على فورم التسجيل. بأمل إنه يكون نفس العدد اللي موجود على الفورم هو نفسه موجود في القاعة اليوم. لأنه فعلا بسعدني أني أسمع هدول الطلاب ويسمعوني. كونه أنا يعني أنا مش رايحة هناك عشان أحكي لهم والله أني أنا أحسن منكم، بس هي الفكرة أنه أنا شخص خاض التجربة وعندي خبرة، يعني بقدر أحكي أنها كويسة، أقدر أني أفيد الطلبة بسوق العمل كوني أني أنا جربت بالشغل بالشركات الخاصة وبالمؤسسات الدولية وبالمشروع الخاص، كوني أنا ريادية صار لي أكثر من 4 سنوات صاحبة علامة تجارية. فالمفروض اني يعني عشت كل هاي التجارب، فانا اعرف انه كيف كل طالب ممكن اني اوصل له، ايش الاشي اللي هو بخاف منه. وشغلة كتير مهمة، المهارات او العناوين والمحاور الموجودة في الدورة اكيد رح تمس كل، يعني كل محور رح يمس فئة من الطلبة، فرح اعرف من طريقة حوارهم لإلي وطريقة اسئلتهم انه هاي الفئة لشو بتهتم. فرح يكون في فئة مهتمة إنها تبحث على وظيفة، في فئة مهتمة إنها تروح لفكرة الريادة والمشاريع وإنهم يحولوا مهاراتهم وخبراتهم أو الأشياء اللي مهتمين فيها لمشروع يتحول لفرصة عمل حقيقية. طيب أنت كونك ريادية وصاحبة علامة تجارية أكيد إحنا بتمنى لك دائما التوفيق أكيد بأشغالك الخاصة، هل فعلياً بتنصحي الطلبة إنهم يتوجهوا دائماً للأعمال الريادية الخاصة فيهم، أم فعلياً أنت صحيح. بتحبي إنه أوكي تمام أنت حابب إنك تشتغل بوظيفة ضمن تخصصك الجامعي والشهادة اللي أخذتها، أوكي تمام خليك مستمر حاول اسعى لحتى تلاقي الوظيفة المناسبة، أي يعني أي شيئين أنت بتفضلي أكتر؟ هلأ أنا دائماً بفضل وبرفع إيدي دائماً للمشاريع الريادية، وبحترم كل شخص فكر انه يدخل في المشروع الريادي، لانه بعرف انه هذا الشخص كمية قداش اشتغل على حاله وقداش درس وقداش تعب وخطط ونفذ وعمل دراسة لحتى انه يطلع بهاي الفكرة. بدك تروح تشتغل بشغل خاص او حكومي it's up to you، ما في مشكلة، ولكن انا متأكدة يوصل لمرحلة انه يفكر في انه يكون بزنس خاص لإله. هاي هذا شيء صار متطلب، كونه الأفكار والعائد والدخل اللي بيجي من المشاريع الخاصة بيكون أفضل دائما من الشغل في المؤسسات أو الشركات أو إلى آخره. ولكن في شغلة كتير ضرورية، أني أدخل في أني يكون عندي مشروع خاص لإلي مش بالشيء السهل. وللأسف أغلب المشاريع الفلسطينية، وأنا بحكي المشاريع التي تنفذ على أرض الواقع، يعني بيكون إلها محل وموقع جغرافي معين، ببلشوا بالمشروع بعد بسنة بصيروا يسألوا حالهم إحنا مثلا ليش خسرنا، لسبب بسيط إنهم ما عملوا الخطوات الصحيحة اللي لازم يتبعوها لحتى يعملوا مشروع صحيح، يعني ما عملوا دراسة جدوى اقتصادية، ما عملوا خطة تسويقية، ما عملوا تسعير، ما عملوا شو الفئة المستهدفة تبعتهم من المشروع. فحتى هذا الموضوع رح يكون ضمن الورشة اليوم دكتورة؟ صحيح صحيح صحيح. هذا الموضوع كتير مهم إنه ينحكى فيه. رح تاخدي نفسك كمثال لإلهم؟ رح تاخدي نفسك كمثال لهم. طيب أكيد إحنا نتمنى لك التوفيق. دكتورة حكيت لنا إنه الإقبال بالتسجيل كان كتير عالي وفوق العدد اللي أنت كنت متوقعتي، هذا عندل بدل على إنه فعليا إحنا طلابنا هم بحاجة لأي منبر لحتى يكون يعني طوق نجاة لهم يدعمهم يساندهم، بالإضافة أكيد للدعم الجامعي اللي بيطلقوه من الجامعة اللي بيدرسوا فيها. أكيد. بس هيك برشات وهيك دورات مهمة بالنسبة لهم لحتى يشوفوا يتعرفوا على ناس خارجيين، على أشخاص ذوي خبرة، على أشخاص داعمين لهم بأبسط الطرق، وخاصة إحنا بنحكي عن دورة بتحمل العديد من الجوانب والمواضيع والزوايا اللي بيتم أو رح يتم الحديث عنها. قديش بتحبي إنه يكون في عنا دائما ورشات مثل هيك بانضمام العديد من الخبراء وأصحابين الخبرة والرياديين والرياديات بالجامعات، وتكون الجامعة دائما مستهدفة لهذه الفئة لحتى تدعم طلابهم الخريجين؟
أنا بفضل إنه هذه الورشات دائما تكون باستمرار لسبب كتير مهم وواضح ريهام، إنه إحنا الشعب الفلسطيني عم بيعيش دائما مراحل صعبة، وبتوصل الطلاب لمرحلة، مش بس الطلاب، للجميع، لكن أنا بدي أستهدف الطلاب لأنه هاي الفئة اللي هي بدها تطلع على سوق العمل وتبلش تبني هويتها المهنية. بتحطنا دائما هاي المواقف الظروف الصعبة بمراحل أنه ممكن الطلاب يفقدوا شغفهم ويشوفوا ينظروا للحياة بكمية اليأس والإحباط، ولكن إحنا شعب معروف عنه قديش عنا إرادة كتير قوية. صحيح. وبنحب إنه نكون ناجحين ونتطور، فهاي الورش كتير ضرورية لحتى إذا كان في فئة من الطلاب واصلين لمرحلة شعوريا سيئة نحاول إنه نحفزهم ونورجيهم الجانب الإيجابي من العمل، سواء كان بمشروع خاص أو سواء الوظائف الحكومية أو الخاصة المستقلة متوفرة. فأنا برأيي أنه هذا دعم ضروري ضروري جدا يضل يتكرر بالجامعات لحتى هدول الطلاب ما نخسرهم. إن شاء الله يا رب تكون فعليا واحد من أهم الخطوات والأهداف اللي بتسعى على تنفيذها الجامعات الفلسطينية هي استهداف الرياديين والرياديات، ودائما يكون في تنفيذ لهاي الورش ضمن المساقات وضمن كل الفرص المتاحة على الجامعات لحتى يكون دعم كبير مقدم للطلبة وخاصة الطلبة الخريجين. مشكورة أستاذة سناء إفريج مدربة دولية في مجال تطوير وريادة الأعمال على انضمامك وإيانا في برنامج طلة فجر والحديث عن هذه الورشة تحت عنوان كيف ممكن نجهز الخريجين لسوق العمل وما هي أهم المهارات الأساسية اللي بيحتاجها الطالب لخدمته في السوق. كل الاحترام لك أستاذة سناء، يسعد صباحك، أكيد مشكورة على تواصلك وإيانا، وأكيد متواصلين معكم مستمعينا ومشاهدينا، ولا زالت المواضيع والعناوين